ومفهوم اللقب عند علماء الأصول يعني أن اللقب لا مفهوم له. مثال ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من نظر رجل إليه. إذن هو يصلي من أجل أن يثنى عليه من قبل رجل. لو صلى من أجل أن تثني عليه امرأة يدخل في الحكم؟ يدخل في الحكم. قوله عز وجل: محمد رسول الله، يفهم منه أنه ليس هناك رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل لو فهم هذا أو قرر هذا لكان كفرا، لأنه سينكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيكون هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب غير معتبر عند الأصوليين، وإنما ذكر الرجل من باب التشريف والتكريم، لأنه من حيث الجنس الرجل أفضل من المرأة.